السلام عليكم. مبدئيا حابب اعتذر جدا، الفيديو ده المفروض ينزل من حوالي 3 شهور وزي ما وعدتكم، ولكن يعني باختصار شديد الحياة اولويات والله المستعان. يعني المهم الفيديو ده ما كانش معمول حسابه ان هو يتصور كبودكاست، ولكن المفروض كفيديو عايز يعني ازاي تعمل فرح اسلامي في 20 دقيقة مثلا او حاجة، ولكن الموضوع فتح مننا بفضل الله. صورنا ساعة تقريبا او ساعة وشوية، ما شاء الله مثمرة جدا وفيها من الخير الكثير. يعني أتمنى تشوفوا الساعة كلها أو تسمعوها على الساوند كلاود، هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن لو أنت على اليوتيوب. دكتور أحمد تطرق لأمور كثيرة، اتكلم عن معنى الفرح وعن إزاي تعمل فرح إسلامي وليه تعمل فرح أصلا، وإمتى تعمل فرح وإمتى ما تعملش حتى لو كان فرح ده إسلامي، واتكلمنا عن التكلفة وعن الأكل وأمور كثيرة. يعني أتمنى تشوفوا الفيديو للآخر، وهتلاقوا لينك قناة التليجرام بتاع دكتور أحمد عربي في الديسكريبشن، تابعوه عليها. وحاجة كمان، الصوت أول ما البودكاست يبدأ أول 4 دقايق هتلاقي الصوت مش أفضل حاجة، ولكن بعدها بيظبط بفضل الله سبحانه وتعالى. مش هطول عليكم وأسيبكم مع الفيديو. بسم الله. الموضوع اجتمعت، حاسس الكادر بعيد قوي، بس الكادر بعيد. انا حاسس ان هو قريب. لا لطيف، يعني انا حاسس والله اعلم انه لطيف. حاسس والله انه خلاص هعتمد على كلامك. تمام والله. يعني بسم الله. الفيديو ده كان اكتر اغلب الناس طلبته جدا في كومنتات، يعني عن ازاي تعمل فرح اسلامي بالتفصيل يعني، بحيث يكون الفيديو ده هو الدليل الشامل لاي حد عايز يعمل فرح اسلامي. يعني ان شاء الله نحاول نذكر اغلب التفاصيل، لان في ناس بتكون عايزه تعمل، مش عايزه تعمل فرح يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت مش عارفه ازاي تعمل فرح اسلامي يرضي الله سبحانه وتعالى. فدي الفكره، يعني الفرح بيتعمل فيه ايه، المكان بيبقى عامل ازاي، اللي بيحصل في قاعة النساء مثلا، التجهيزات اللي بتحصل للفرح، الأكل مثلا، هل لازم يكون في أكل؟ الكلام لطيف ده كله، دي بعض الأسئلة من الكومنتات عامة يعني. بس عايزين كده منك مرات التجربة دي قبلي، فعايزين ربنا يزودك يا رب. وياك، لا مش هتعلق وياك ولا قول يا عم. الله المستعان. بس فأول حاجة نبدأ يعني ليه أصلا بتعمل فرح إسلامي، أو ليه يعني تمشي ماشي الناس بتعمل عامة يعني. أنا عارف جبت سؤال، بس أنت كسبت هذا الأمر يعني بحيث. طب خليها نبدأ، بس يعني خليها نبدأ ليه تعمل فرح عموما بقى، يعني ليه الناس بتعمل فرح. فاللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فليه الناس بتعمل فرح؟ الناس بتعمل فرح عشان ده غريزة جواها، لازم تفرح، وبالذات في مناسبة من هي تقريبا لا يمر على الإنسان مناسبة في حياته يعني أكثر أهمية منها، يعني يفارق حياته القديمة كلها ثم ينوي مشاركة إنسان حياته المقبلة كلها. يعني أمر ذلك الله عز وجل سماه ميثاقا غليظا. أمر الزواج بالذات محتاج يعني حتى الوقوف مع آية الله عز وجل في الزواج، نعمة ربنا في الزواج، حكمة ربنا في الزواج، ومن آياته، من أكبر نعمائه، ومن أكبر ومن عظمته وهيبته، أجعل لنا هذه النعمة أصلا. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فالآية الزواج، والآية جعل المودة والرحمة بينهم، والآية من أنفسكم من أشباهكم، ويعني سبحان الله. يعني فطبعا حدث عظيم يعني. فطبعا الناس بتلجأ في الوقت ده إن هم بيعملوا فرح. فطبعا الفرح في القرآن جاء أحيانا مذموما وأحيانا ممدوحا. جاء مذموما مثلا في قول الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وجاء مذموما أيضا في قول الله عز وجل
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هشغل صوت لحظة هنا ثانية قبل ما تكمل الجمل، هشغل صوت هنا سيء بعدين هنعمل في الموقف. ماشي كمل. ففرحوا بما عندهم من العلم، من فرح بطر واستكبار وخيلاء وكذا، ولا يكون الفرح ممدوحا إلا إذا قيد بقيد الدين. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يفرح بالفضل وبالرحمة، يفرح بالله. قال الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأمر الفرح جاء محمودا في آيات وجاء مذموما في آيات. فالفرح نفسه الغريزة دي لابد كغيرها من الغرائز البشرية، كالشهوة كغيرها من الغرائز، كالغضب، لابد أن يكون مقيدا بقيد الدين. إحنا أصلا لازم يكون الدين حكمك من فوقك لتحتك. أنت إنسان مسلم، أنت إنسان مسلم يعني أسلمت نفسك لله، سلمت لنفسك يفعل بها ما شاء، أسلمت وجهي للذي فطرني. قال إبراهيم عليه السلام: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فيعني بس إيه، نيجي للآية دي بتاعت فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام يقول، يعني من ضمن أذكار النوم كان يقول: أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، أنا بك وإليك. فيعني نحن بالله ولله، نعيش بالله ولله، يعني دي معاني أصلا المفروض تكون يعني لفة على الإنسان، يعني تمام، تكون أنت حاسس إن ده محوطك في كل حياتك، في شغلك هو ده، دي قاعدتك، في زواجك دي قاعدتك، في تربيتك لأولادك دي قاعدتك، في معاملتك للناس دي قاعدتك، في معاملتك لأبيك وأمك دي قاعدتك. قاعدتك إيه؟ أنا بك وإليك. ماشي. أنا كان ليا تسجيل كده قصير يعني على قناة تليجرام تعمله للشباب بتوع الجامعة، يعني بقول لهم: يا إخوانا يعني أمي، طب ليه هنفرح يعني ليه هنقعد نفرح فندي ونعمل فندي وحوارات مالهاش لازمة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أنا بك وإليك، نفرح بالله ولله، نفرح مش مشكلة، بس بما يريده الله عز وجل. فالشاهد يعني من الكلام إن نسأل الله أن يرزقنا التوفيق في الكلام وينزل علينا توفيقه، يعني فالشاهد إن الإنسان غريزته الفرح، يعني هو أنا نفسي أفرح وأنت نفسك تفرح وكلنا نفسنا نفرح يعني، وبنعمل أي حاجة عشان نفرح، وده طبعا مقرب ومحبب من النفس البشرية جدا. بس برضه لا تزال إزاي هنفرح؟ ما هو في ناس وبالذات دلوقتي في مصر يعني بيخلوا كل نعمة، مش عارف انت شفت الفيديو الاخير بتاع الفندق ولا لا، بس يعني بشوف كده يعني اتكلمت على معنى مهم بيتكلم عنه اهل العلم، اللي هو ربنا قال: وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ربنا احيانا بينعم عليك بنعمه يكون جزاء النعمه دي ان انت تعصي، فبيكون جزاء ربنا ليك بقى في الوقت ده اثمه اعظم من اثم الذنب ده في الوقت العادي، لان لسه هو منعم عليك بنعمه، لسه منعم عليك بنعمة: عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو يريك ما تحب، يزوجك، تكون أنت مش لاقي تاكل، يزوجك، ويقر عينيك بامرأة دينة طيبة أنت ترتضيها، ثم ينعم عليك بالرزق الطيب الحلال، ويجمعكما في بيت تحت يعني مستور عن أعين الناس، بيت هادئ مطمئن مليء بنعم الله وكرم الله. نقوم احنا بقى ايه، يوم فرحنا بالموضوع بنعمة ربنا علينا، ان احنا نشغل اغاني ونختلط ويبقى فيه رقص ويبقى فيه محرمات محظورة. مثلا نفس المثل، يعني مثل اللي بيتخرج برضو وبيبقى لسه هو خارج من الجامعة محفوف بالكرم، كان مادة داخل بالدعاء بس، والله سبحان الله، ومش مذاكر كويس، ويا رب يا رب نفسي انجح، يا رب مش عاوز ابويا وامي يزعلوا بالكلام ده. وبعدين يقوم ايه، يقوم ربنا موفقه وناجح: الحمد لله يا رب ان نجحت، يلا يا جماعه نروح نرقص مع بعض ونغني. نفسه بالظبط اللي مثلا يرزق بمولود،
يرزق بما يلوءه، اللهم لك الحمد. كم من إنسان عقيم، وكم من امرأة عقيمة لا تلد، ويجعل ما يشاء عقيمة. يعني مناهى من الدنيا أن ترزق بولد تقر به عينها ويقر به عينه، ثم حرم منه سبحان الله قضاء الله لهما. وأنت إنسان رزقت بولد ولم يكن هذا الولد ولدا مشوها تلف بيه على الأطباء، ولا أو محتاج حضانات ولا مش عارف إيه. ده ولد طيب، ويعني يعني شكله سوي وجميل، يعني ولد نازل نزول طبيعي، نعمة كبيرة جدا جدا من ربنا، نعمة الولد. وبعدين نقوم جاي عاملين إيه بقى؟ فرحانين بالنعمة، نقوم جاي عاملين سبوع، وبرضه أغاني، وبرضه رقص، وبرضه اختلاط. مثله مثل اللي يفتح محل. طب أنت لسه فاتح محل، يعني مصدر رزق، يعني أنت بتستوهب العطايا والرحمات من الله، بتستمطر رزق الله. يا رب أمطر علينا رحمتك. قوم عامل افتتاح كبير جدا ممتاز، بتعرف الناس بالمحل. طب هتعمل ايه بقى؟ لا ده انا هشغل اغاني لا اله الا الله. يعني احنا كل فرح عندنا اصبح مرتبط بالاغاني ارتباط عجيب عجيب الشكل. فده غلط، يعني ده من الغفله اللي نزلت على المسلمين، اللي نزلت على المسلمين، ان انت نعمه ربنا عليك ترد بانك تنسبها الى الله. ويعني صاحب المحل ده ممكن يشغل قران ويدعو الناس ويتصدق عليهم في اول يوم، ويكون اول يوم ده هو يعني ايه، من باب ان ربنا هو صاحب الكرم الاول، فان هو اعانه في فتح هذا المحل. لكن هو ما عملش كده، قال بس يا جماعه بقى ده افتتاح فسبحان الله سبوع عشان مولود، فرح واغاني واختلاط ورقص عشان زواج ونعمه، فندق ورقص واختلاط بيسموها مش عارف اللي هي بتاعت، وده بتاع شرطة مين، وده يلعب لعبة مش عارف ايه، ويروح مش عارف شط فين، عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان بقى لنا 5 سنين عايشين في كرم ربنا، اصلا 4 سنين عايشين في كرم ربنا. كرم ربنا محض، محدش يقول حاجة غير كده. احنا عايشين في كرم لسنا الا به، انت ولا حاجة، وانت عارف ان انت ولا حاجة، وانا ولا حاجة، وانا عارف ان انا ولا حاجة الا به. يعني انا عارف ان في حاجات عمرها في حياتها ما كانت هتعدي الا بالله والله العظيم، وانت كذلك، واي حد بيسمع الكلام ده دلوقتي هو عارف ده ويرى ده في حياته ليل مع نهار. نقوم يلا يا جماعه الحمد لله احنا نجحنا، يلا يا جماعه نطلع رحله، يلا نطلع فندق، يلا نعمل ديش بارتي، يلا نعمل سينيور تريب. اي حاجه تقدر ربنا. بقت موضه بقى، يعني بقت موضه اللي هو ايه، خلاص يا جماعه فلان عمل يعني او الدفعه الفلانيه عملت، فخلاص يلا ده هي ما عملوا هيبقوا احسن مننا، يلا يا جماعه نجتهد. فبقينا بنشجع، بقينا بننافس بعض على يعني على في الحرام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اصبحت العكس، احنا ما نتنافس، المتنافسون بيتنافسوا دلوقتي في ان ازاي دول طلعوا سنيور تريب بشكلها عامل كذا، وعملوا فيديو بالطريقه الفلانيه. لا ده احنا لازم نعلي عليه، مش هينفع نكون احنا نفس المستوى عشان يتقال ان الدفعه الفلانيه عملت فندق واو وتحفه. الله المستعان. الله المستعان. فبرضه ايه، يعني هو كله كلام حول الفرح، حول جزئية الفرح. الفرح ممتاز طبعا، الفرح عبادة، الفرح عبادة، انك تفرح نفسك في وقت في نعمة ده عبادة. ربنا يريد منك ده، يريد منك انك تفرح، مش يريد منك انك تبقى قاعد كده ومطقطق راسك. ايه يا عمي ما تفرح، افرح. ربنا قال فرحين ما اتاهم الله من فضله، افرح بنعمة الله عز وجل عليك، قل بفضل الله ورحمته فذلك فليفرح ولا من الامر. يا عم تفرح، افرح بنعمه ربنا عليك، افرح بان جعلك من المسلمين، افرح بان اتاك القران، افرح بان جعلك من اهلي وخاصتي، افرح بان انت قاعد دلوقتي بتسمع عنه وانا بتكلم عنه. يعني هو في فضل اعظم من كده؟ ما تفرح. قل بفضل الله وبرحمته بالاسلام والقران في بعض التفسيرات، وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو انت هتفرح بحاجه اكتر من كده والاعظم من كده؟ اعظم نعمه في الدنيا. فان انت تفرح في وقت انت في نعمه، ونعمه كبيره زي الزواج، ده عباده. كنت بكلم بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، يعني في وقت خطوبتي، فبقول لهم يعني خطوبتي وكذا، قالوا لي بص يا احمد انا صاحب صعب بصراحه، يعني انا ما انتفعت في خطوبتي بشيء اكثر مما انتفعت في بهذه النصيحه. قال لي بص يا احمد انا هقول لك حاجه،
قلت له قول. قال لي افرح 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 وفرح اهلك وفرح اهل خطيبتك وفرح خطيبك. افرح يعني كون انت يعني افرح، الفرح ده عباده يعني، لما تكون انت مصدر الفرح اللي حواليك بصراحه يعني. انت بقى ايه هو هموم الزواج كثيره، سواء في خطوبه سواء في زواج سواء في عقد، الدنيا كلها هموم. لقد خلقنا الانسان في كبد، طبعت على كدر وانت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذب وتناري، كدر هي كدر نعمل إيه خلاص. فقال لي افرح افرح، ده خير عظيم ربنا بعته ليك يعني، ربنا أرسله ليك سبحانه. فصراحة يعني كانت هذه الشعلة بقى اللي قلت يا جماعة هم إيه بتاعي، أن ربنا يقدر ما يشاء، فالله يقضي ما يشاء فلا تكن متعرضة. يا افرح يا عم وسيب الدنيا يا عم كده وزقطت اللي حواليك هو بالفعل يعني بقى تركت بقى اللي عاوز بقى اللي بيعلق على شيء تستاهل، مهما فعلت لن ترضي الناس، ومهما فعلت لن تنال فرح كل اللي حواليك. عادي هيكون في ناس عادي ولا تفرق معهم اصلا، وفي ناس انت بالنسبه لهم كل حاجه، وفي في ناس عادي يعني انا فرحان بس عادي يعني زي اي حد في الدنيا يعني. بس انت نفسك انت فرحان بنفسك، انت دلوقتي داخل على خطوه جديده جدا في حياتك، ونقله بقى يعني نقله، انت داخل على خطوه خطوبه وبعدها على طول مباشره ان شاء الله يكون عقد وزواج. فده في حد ذاته يستوجب الفرح العارم، تملأ الدنيا فرح، تملأ الدنيا وتحمد الله عز وجل بالليل والنهار. ليه انت بتخطب؟ ليه انت بتعقد؟ ليه انت بتتزوج؟ ولذلك يعني ده بصراحه انتفعت بيها جدا جدا، افرح وفرح الناس. بس بقى لا يزال السؤال مطروحا، ازاي هفرح يا جماعه؟ ما هو فرح المجتمع دلوقتي مقرون زي ما احنا لسه قايلين بمعصيه، هنفرح يبقى هنعصي، هو ده معنى الفرح. معنى الفرح عند الناس؟ لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ ومين قال اصلا ان صاحب المعصيه بيفرح؟ والله العظيم المعصية لا تتبع في القلب إلا نكدا، لا تتبع في القلب إلا ضيقا. قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك، الضنك ده في الحياة وفي القبر وفي الآخرة في الحساب. فهذه الأمور إن اجتمعت في قلب العبد إن أنا أفرح، ولازم أفرح، لازم افرح وافرح نفسي وافرح جدا وافرح بنعمه ربنا علي، ثم ان لا جانب المعصيه يعني انا ممكن يعني يخيل الي ان الفرح المعصيه هو ده الفرح، ابدا والله العظيم، بل بالعكس يمحق الله البركه. البركه من عند مين؟ من عند مين؟ من عند الله اولا واخرا. فمن طلب البركه من عند غير الله محقت بركته وضل طريقه وسدت في وجهه كل الدروب. الله صاحب كل سبل الخير. تطلب الخير من عند من إلا الله؟ تطلب البركة من عند من إلا الله؟ تطلب التوفيق في حياتك من عند من إلا الله؟ سبحان الله. ثم أنت تعصي الله الذي تطلب منه كل ذلك. فطيب أنا أريد أن أفرح. فرح النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم فرح وأجل فرح بالأعراس وبالأزواج. يا نهار لو كان النبي عليه الصلاة والسلام شاف فرح من شاف حد بيتزوج مثلا. عائشة كان عندها امرأة من الأنصار تزينها. شوف سبحان الله، سبحان حتى الفرح للناس عبادة. كان عندها امرأة من الأنصار تزينها وتجملها وتحليها لزوجه، فلما يعني زينتها، شوف عائشة وهي مين؟ زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتروح تقول للنبي عليه الصلاة والسلام شوف عائشة فرحانة بيها عمالة تجهزها فتجملها لزوجها عشان يعني تسوقها إليه. فالنبي يقول لها أكان معكم من اللهو شيء؟ أكان معكم حاجة بقى من الدف والأغاني والكلام ده؟ قالت نعم. قال هو ذاك، هو ده، هذا هو ده المطلوب، هو ده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة يا عائشة هل أخذت معك من اللهو شيئا؟ فإن الأنصار قوم يحبون اللهو. اللهو ده الفرح يعني الفرح، الشيء من الدف بقى والأغاني ورقص النساء مع بعضهم، هو ده الفرح. حتى كانت عائشة تنزل الأنصار في وقتها في الفرح فتغني وتقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
أتينا الذهب الأحمر إن حلت بواديكم، أتينا الحنطة السمراء إن سمنت عفاريكم، إلى آخر الأبيات يعني. يعني والنساء ترقص وكذا، لذلك أنا أنصح دائما في أعراس النساء، وكنت بقول لزوجتي كده، بقول لها يعني ما تخلوش الأناشيد الإسلامية تنسيكم هذا الأمر الطيب، دي عادة ممتازة إن النساء كلهم يغنوا مع بعض، يحفظوا شيء معين ويغنوا مع بعض، وتضرب إحداهن بالدف ويرقصن وكذا، هذه عادة النساء، افعلن ما شئتن من غير معصية، من غير معصية، من غير عصيان الله عز وجل. فيعني بغض النظر بقى عن الأناشيد دلوقتي، إن هي أنا واحد من الناس ما بحبش الأناشيد الإسلامية خالص يعني، وعادي يعني ده أتوقع آه يعني يعني مفيش ما لا مشكلة. بأس يعني، بس أنا بحب ده جدا، بحب ده الواقع النبوي ده، بحبه جدا، واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب من عائشة ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تسأله يعني امرأة إن هي تضرب بالدف وتسأله ده مباح ولا لا، يقول لا افعلي ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعقدوه في المساجد وأعلنوه في المشاهد. اعقدوه في المساجد يعني إيه؟ اكتبوا العقد في المساجد وأعلنوه في المشاهد، يعني اجعلوا الناس ترى فرحكم وسروركم بهذا الأمر. يعني حتى في بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام نكاح لا سفاح، نكاح لا سفاح، ده نكاح مش زنا، ده نكاح على سنة، على شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة نريد أن نظهر هذا الدين، نريد أن نظهر هذا الفرح. فالشاهد يعني من الكلام إن أنت يعني افرح بما شرعه لك رسول الله، من أعظم الأمور الفرح بهذه الأمور، بالغناء والرقص وكذا للنساء. أما الرجال فكان فرحهم اجتماعهم على الخير، اجتماعهم على الخير، يصنع أحدهم وليمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولم ولو بشاه، يصنع أحدهم وليمة، والوليمة دي تكون يعني أيا كان، ولو بشاه أولم، أكل الناس يا عم، الناس يجي عندك يشبع وياكل ويقدم له اللحمة والفراخ وبتاع، فياكل فيبسط، فانت تفرح لشبعك وهو يفرح لك انك تتزوج وكذا. فيعني يكون هذا، ولكن من كمال مروءة الرجل انه لا يفعل مثل ما تفعل النساء. لا يوجد هناك رجل يرقص، لا يعرف في الرجال، في الرجال الرقص ابدا، لا يعرف فيهم ذلك. لا الرقص يعني مثل ما نراه مثل هذه الايام، لا يعرف في الرجال التمايل وكذا. هذا من منقصات المروءة العظيمة جدا، خوارم المروءة العظيمة. أما الرجال لا، فعلهم فعل الوقار، فعلهم فعل اجتماع على الخير كما فعلنا الحمد لله. في عرس الله، اللهم لك الحمد. ف يعني اللهم لك الحمد، طبعا الكلام فيه تطويف، لكن يعني أنا شايف إن المعاني دي كلها مهمة. فاجتماع رجالي على الخير فيه أعظم فرح، يعني إخوانه، يعني لعله بقى منهم من ألقى الشعر كما يعني حدث معنا، ربنا يبارك في الشيخ عبد الستار ويحفظه ويرفع قدره في الدنيا والآخرة، شيخنا يعني ربنا يبارك فيه شيخ لعله يكبرني بأكثر من 40 سنة، اللهم بارك. لعله يعني لعله فعلا يعني يكبرني بأكثر من 40 سنة، وسبحان الله قطع كل هذه المسافة وحده، يعني مصرا عازما على ان ياتي الفرح ويلقي ابيات شعريه. سبحان هذا فعل المخلصين المحبين، من يريدون ان يدخلوا. شوف عائشه، بقول لك عائشه زوجة رسول الله عليه الصلاه والسلام تزين وتزف امراه لزوجها، يعني فرحانه لها جدا، ففرح يعني فرح فرح، وفرح الأخوات لبعضهم، وفرح الإخوة لبعضهم، فرح إظهار ده يعني، والمبالغة في إظهاره، هذا من العبادة. محمود بيتجوز، ده أنا الفرحة مش سعيان، مش سيعان يا محمود، إن أنت بتتزوج، يا نهار أبيض. ويعني بقى ونجيب زي ما الشباب عملوا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يجيبوا بقى مش عارف حاجات أنا ما أعرفهاش أصلا، جابوا مش عارف دخان اخضر كده، يعني انا طبعا هم فرحوني جدا جدا، وانا يعني انا بشكرهم جدا، يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، والله ربنا يبارك فيهم يا رب ويكرمهم ويرضى عنهم. شباب طفره الاكارم، وكان في غيرهم برضه، بس شباب طفره بصراحه تعبوا جدا يعني. طفره حبيبتي، طفره ما تصبر صرت.
لا والله بص، هو يعني انا بصراحه فريق طفره انا بحبهم جدا يعني، و يعني رجاله وربنا ها ورشوت اوت ليهم يعني. لا بصراحه بصراحه يعني رجاله رجاله، وبصراحه قاموا موقفا بطوليا، وقفوا موقفا بطوليا معايا في الفرح. فطبعا دي من 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 احدى مميزات الصحبه الصالحه، ان هم بيعرفوا ازاي يفرحوك ويدخلوا على قلبك السرور. ولذلك انا بقول لك، انت لما تظهر لاخيك الفرحه العارمه انت مش لا، من اعظم واجل العبادات. يا ده انا فرحان لك جدا، لازم ده يحصل، ولازم نبالغ في ده ونجتهد في اظهار ده للي حوالينا. اخويا بيتجوز، اخت من اخواتنا بتتجوز، يعني لازم ده يحصل، لازم. لو يعني احنا لو ما بقناش في ظهر بعض وثبتنا بعض وقلنا كلام حلو بعض، مين هيعمل ده معانا؟ يعني هنكون غربة وسط الناس، وهنكون غربة كمان وسط نفسنا. بس فالله المستعان. يبقى في صوتي انا كلام ده مقدس فيها جدا ما شاء الله. يعني نرجع للسكين، انت اتكلمت عن ال عن ايه؟ نرجع للسكينة بعد تهلك. انا بس يعني بداية عاوز يعني عاوز بداية اشكر هذا كله. بداية والله فعليها هتعرف ايه بداية هتعرف ايه بداية دلوقتي. بداية عاوز اشكر الله عز وجل على ان هو طبعا اكرمني بان المقطع يعني لاقى شيئا من الانتشار، اللهم لك الحمد. وطبعا بشكر كل حد قال عليه كلمة حلوة أو يعني كان الفرح ملهم لي بطريقة أو أخرى، يعني إن هو يعني يحسن شيئا في علاقته بالله عز وجل أو في مفاهيمه أو كذا. ونسأل الله أن ينفع بنا على الدوام، يعني بإرادتنا أو بغير إرادتنا. أنا ما كنت أظن أبدا أن يعني أن الفرح ينتشر أصلا أو أنه ينزل أو أنه يلاقي كل هذا القبول، ولكنها إرادة الله عز وجل. فأنا وطبعا يعني بعد شكر الله عز وجل وكذا، أنا طبعا بشكرك، جزاك الله خيرا، إنك يعني إنك عانيت كل هذا التعب والجهد في إنك تيجي من الزازيق مع شباب وتصور الفيديو. ده دوري يعني، ده دوري حبيبي، ربنا يحفظك فيه وكذا. فجزاك الله خيرا. وأنا برضو يعني بشكر كل، أنا يعني اطلعت شيئا ما على التعليقات على الفيديو، وعندي كذلك على المقطع كده، لان سبحان الله كل المقاطع يعني ما كنتش متوقع خالص ان حد يعملها. يعني المقطع حد بعته لي على الماسنجر وقال لي الف مبروك، وانا عملت لك المقطع ده بالنسبه. شوف سبحان الله برضو يعني فرح برضو الشباب بعضهم، فرح الاخوه بعضهم سبحان الله. فبعته لي وقال لي انا بعته يعني عملته لك مخصوص، فنزلته. والله يا محمود اقسم بالله وانا سايب ايدي، يعني انا قلت بس ايه، مجرد ان انا بشارك الناس فرحتي ويعني ان اشكرهم وكذا وشكرتهم وكذا. جزاكم الله خيرا، شرفتوني ونورتوني كده ما شاء الله. لا الفيديو عمال، ايه ده، ايه يا جماعه، بس والله يفضل الله سبحانه وتعالى. بس وكذلك انت لما نزلت الفيديو برضو يعني اللهم لك الحمد، فرحت جدا من تفاعل الناس عليه. وطبعا انا بشكر كل حد قال كلمه حلوه على الفيديو يعني. وطبعا يعني قبل بقى ان اشكركم واشكر الناس، انا اشكر انسانين مهمين جدا جدا والله بجد، يعني انا اشكرهما من سويداء قلبي، يعني من الحته اللي جوه قوي في القلب. انا طبعا لهم شكر، اولهما ابي عليه بركات الله، واسال الله ان يحفظه وان يبارك في عمره وان يوسع له رزقه وان يرزقه حسن الخاتمه بعد طول عمر في طاعه ان شاء الله. يعني ابي اسال الله ان يبارك فيه، عليه بركات الله، صلى الله يبارك فيه. تعب معايا جدا والله. ابويا اصلا مش حمل المرمطه اللي انا مرمطه له دي، وانا مرمطه جدا يعني بصراحه. ابويا يعني هو بيقدرني وبيحترمني جدا، يعني وهذا من اعظم صفاته، ان هو يعني بصراحه يعني طوبه لمن كان ابوه مثل ابي في اللهم بارك. يعني امر التقدير وامر ان هو يعاملك خلاص، وانت لك ارادتك ولك شخصيتك، وانت تريد كذا طب نوع من التفاهم وكذا شيء. بصراحه لا شك انه احيانا بتحصل نوع من
من التطشط والضربات المتتالية. طيب. لكن طبعا أبي ربنا يحفظه ويبارك فيه، أسأل الله أن يحفظه، أسأل الله اللهم اشمره ببركاتك يا رب يا رب قول أمين. فأبي والله تعبت معايا جدا، أنا عاوز أوريك صورة تحطها على التصميم. يعني تحطها دلوقتي احنا بنتكلم. ماشي هحطها ماشي هبعتها لك ماشي. يعني انت بص، يعني شوف نظر الناس بصدق والله، شوف نظر الناس في الفرح، ويعني بص هجيب لك صوره عامه وانت هتخرج ابويا والله من نظرته. تمام هحطها هنا بقى اختبار ليكم. وانت هتشوفوا مين ال تمام مين الوالد بصدق والله. يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، وبرضه كذلك من عناقه. يعني شوف انا يعني كان بيصوره كده، بعت صور كتير، فانا يعني بحضر الناس وبيصوروا كده الا الحضن بتاع ابويا. اللهم بارك، شوف ابويا ربنا يحفظه ويبارك فيه. يعني طبعا انا تعبت ابويا جدا والله، انا بقول له معلش يا ابو ما تزعلش مني، انا اسف انا عاق. الله يبارك فيه، ربنا يحفظه ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره والله بسم الله. تمام كمل تاني عادي. تمام عشان بس اسنك الصوت ده حاجات تكنيكيه بقى نشط. فيعني انا فبقول لك حاليا والدي تعب معايا، ربنا يبارك يحفظه. فانا طبعا اسال الله ان يبارك فيه وان يحفظه. انا تقريبا والله ما تمر علي تقريبا سجده او صلاه، يعني ممكن احيانا في سجدات اخصها بدعوات معينه، لكن ابدا لا تمر علي صلاه. وكثير جدا من سجداتي لا انسى فيها ابي وامي ابدا بالدعاء، ابدا بالدعاء. فده ابي، يعني انا عاوز اتكلم عنه كتير قوي رحت خالص، بس يعني والله العظيم بجد ربنا يبارك عشان هو يعني انا والله مقصر معاه جدا، ويعني طبعا يعني مشغوليات بقى وكده، فمقصر معاه. فبقول له يعني ما تزعلش مني. وطبعا يعني فعليا هو صاحبه، ان قيل ان احمد العربي في فضل فهو صاحبه كل فضل. الله والله جزاه الله خير، جزاه الله خير. امين. اما الشخص الثاني الذي احب ان اشكره والله هو حماي او زوجتي، ربنا يبارك فيه ويحفظه، استاذ محمد ابراهيم، ربنا يرضى عنه يا رب ويبارك فيه ويرفع قدره في الدنيا وفي الاخره. والله يعني طلعت معايا جدا جدا. حماية أصلا هو اللي عامل لي عفش بيتي، هو أصلا حماية مدير معهد أزهري، لكن هو إيه يعني واخد موضوع العفش والكلام ده هو يعني. بس بصراحة يعني اللهم بارك، يعني اللهم بارك، وهذه دعاية واضحة وصريحة والله بجد، اديت تخفف حرير يعني. اللهم بارك. لينك في الديسكريبشن. أيوة اللي هيعمل عند حد غيره. بصدق والله، يعني انا فعليا يعني من كان يحبني فليسعى في يعني نفع هذا الرجل، لانه بصراحه خفف علي والله بجد، خفف علي ويسر علي، وكان يحمل من عنده ليخدمني بما شاء، يعني بما استطاع والله العظيم. حتى في المحل وانا بعمل المحل بتاعي في التزقيق، كان يعني له يد طوله علي في ذلك بصراحه، تعب معايا جدا وشال وحط، وكان بيتعب اكتر مني والله بجد، وما قصدته في طلب من الطلبات ابدا وتاخر عني. وبصراحه في العفش بتاعي ريحني جدا 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 الى اقصى مدى بصراحه. ويعني ما فيش حد تقريبا دخل عندي البيت الا وقال لي ما شاء الله تبارك الله عفشك جميل جدا وحاجة، فربنا يبارك في هذا طبعا بفضل الله ثم بفضله هو. فيا جماعة اللي عاوز زواجه قريب أو كده أو حتى بعيد مش مهم، حماية موجود ومحدش هيعمل حاجة ورا إن شاء الله. إن شاء الله لو عنده بيت جوحي بجد عشان كنت حطها. والله هو حماية ممكن طبعا رقم تليفون لو هو حط خلاص ابعته لي واحط في الديسكريبشن. هو ما يعرفش يعني، هو ما يعرفش والله ان انا بعمل كده ولا يعرف، بس انا فعليا انا مصر ان انا يعني اعمل كده، وحابب جدا جدا ان ده يحصل. مش مشكله، انا حبيته من كلامك عنه، حبيته جدا فيهم جميعا. يعني بصراحه ان شاء الله ده يكون مفيد يعني ان شاء الله، وليه واخد نسبه منه بقى ان شاء الله. وانا كذلك برضه. تمام
الله بهزر يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره. اللهم امين. بس يا مولانا فده دول بس عشان كده كنت اقول لك بدايه لان كنت المفروض ابدا بشكرهم بصراحه. لا لازم ربنا يحفظهم ويبارك في عمره. جميل جدا. يعني احنا اتطرقنا لنقاط مهمه اللي هو ليه الفرح ومعنى الفرح ومعنى كونك مسلم. الكلام ده عظيم جدا واتطرقنا لامور كثيره وفكره زي النساء بتفرح عشان كان في بعض الناس بتسال النقطه دي. لا النساء بتفرح عادي جدا الضيف مش عايز شغل اناشيد مش عايز كان... في ناس كذلك بتقول برضو مش حابه الاناشيد بره مش لازمه يعني لكن المشكله يعني كوسنا وعمل كل حاجه عايزاها. انا كنت قلت لزوجتي كده وفعليا هم يعني والله اعلم يعني بس هم تقريبا شغلوا شويه اشياء في الاخر يعني ان شاء الله. بس حاجة... قلت لها حاول تجيب يعني اصلا حفظ النساء يا اخوانا ده دوركم ده دور النساء يعني يحببن هذا الامر هذا دورهن في الغناء والرقص يعني هذا للنساء النساء لهذا الامر النساء للرقص والغناء مع بعض والدف وتتعلم يعني تعلم المراه قرع الدف عشان تدخل السرور على اخواتها عباده يعني احيانا يقول لي يلا يا جماعه اللي بيعرف يستخدم الدف مش واحده تعرف تستخدم الدف يا جماعه لا طبعا لا تفتح نفسها هذا الباب يعني عشان بس تعلمها عشان يعني تسعد اخواتها وكذا نوع من العباده تعلمها يعني حفظها لشيء من الاناشيد وكذا عشان برضه نوع من العباده عباده عظيمه بتسد به باب عظيم جدا من الشر والفتنه من المعصيه من الغناء فيعني انا انصح جدا البنات بهذا الامر جميل جدا. بالنسبة لنص المكان هو مكان قاعتين هو أنا على حسب يعني في ناس بتاخد قاعة واحدة وتفصلها بس دي شوية بتكون محجبة النساء أيوة. لأن النساء بيكون صوتهم طالع بيفصلها تقريبا بفراشة أو حاجة فده بس ده هذه آفته أما الرجال برضو بيكونوا بس يعني بيكون في نوع من التقييد للنساء والرجال لو هما الاثنين في نفس القاعة اما لو ده في قاعه وده في قاعه بيكون الدنيا اريح شويه برضو بالنسبه على التكلفه هل التكلفه بتبقى غاليه قوي ولا مقارنه والله بص انا عشان عملته في الشتاء ف يعني كانت التكلفه اقل انا اسمع دايما ان اللي هيعمل فرحه في الشتاء انا عملته في شهر واحد في شهر اتنين متجوز 5/2 نسيت اليوم كان النهارده 5/4 يعني انا بقالي شهرين بالظبط الله مبارك ربنا يبارك يا رب ويرزقنا خيره ويصرف عنا شرور الناس اللهم امين اللهم امين. ف كنت بقول ايه التكلفه التكلفه في الشتاء يعني اقل من بس عموما هو بصراحه يعني الراجل بتاع القاعه هناك وانا يعني انا من نوع ان انا يعني انا شايف ان هو المكان انا هكره شويه فليه هتاخد مني فلوس كتير يعني ليه يعني هو كان طالب رقم كبير جدا فنزلته قوي يعني ان شاء الله فطبعا ده من فضل ربنا علينا يعني فيعني الا بس انا ما عنديش مشكله ان انا اللي عاوز حاجه من يعني انا ممكن اتطوع ان انا اكلمه مثلا اقول له اي حد هيجي لك طبعا ما اكيد مش كل مش كل حاجه مناسب المنصوره طبعا طاقه المنصوره يعني فصعب ده حقيقي فعلا لكن يعني وصلت في اماكن ثانيه في القاهره وغيره بس بقى نصيحته في ذلك مهمه أيوه. انا انصح في ذلك نصيحه مهمه ان كان الامر سيتطلب منك انفاقا زائدا عن حدك لا تفعله احتفظ بالامر وقت زنا يعني يعني احنا اصلا يعني الزواج محتاج مصاريف لا شك ومحتاج مؤونه محتاج مسؤوليه وتبقى دماغك شويه بقى ماسك ايدك وكده فانت لما تيجي مثلا تصرف على فرحك يعني انا مثلا ايوه انا بدور على قاعه فرحي كنت خارج مع الشباب قلت لهم بصوا يا شباب يلا يعني انا فضلت يوم من اوله الى اخره والله فضلت يوم من اوله الى اخره بدور على قاعه وما اخترتش ولا قاعه منهم وبعدها بيوم او يومين معدي في الشارع كده فلقيت في حاجه قلت ايه ده زي ما انا كنت دخلت اتفقت معاه ان شاء الله فهو شوف تقدير ربك يعني ربنا كريم يعني استعن بالله لا شك لا تعيش فلما بقى انا بدور على القاعات كده لقيت بقى القاعات ايه ايجار بقى في الشتاء 25000 جنيه ايه ده ليه؟ ليه هجر قاعتين بقى ادم مقدم انا اجرت قاعتين يا محمود ب 6500 ما شاء الله اللهم بارك يعني القاعه تقريبا ب
3000 و ما شاء الله يعني. ما شاء الله وما شاء الله القاعه كانت كبيره. اه ده قاعه كبيره شفتها. كان في جنينه كبيره ما شاء الله. اللهم بارك يا رب رزقي ان شاء الله. اه بس ما قال لي او ما قلت له قال لي يا ابني انت انت يا ابني انت عامل سحر للناس ولا انت يا ربنا والله الحمد لله. انا بقول السعر ده عشان هو طبعا مش عارف هو ده صح ان انا اقوله ولا لا بس هو عادي يعني روح قول له عايز تروح النهارده كان لو حد بالزبط. او يعني لو لو انا هتوسط لكم مفيش مشكله ما دام ده عامل خير وهيساعدكم على ده يعني العائله تعمل فرح وفي انتقال منصور يعني تكون هي ربع منصور مش ذلك تواصل والله بص يعني بس انا هنصح نصح ما بقى بتكلم عنها بقى بتكلم ان انا بقول يا جماعه حتى لو 6000 جنيه برضه يعني في العرف انت مرتب شهرين او يزيد عند بعض الناس لكن من تيسر له ذلك وعاوز يعمل يعمل كده بالطريقه دي وطريقه كويسه ونافعه ان شاء الله مش على نفسك توصل. اما اما بصراحه يعني يعني قدر نفسك قال الله عز وجل الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام القوام السبيل الاقوم السبيل المستقيم في هذا الامر الاستقامه في هذا الامر الا تسرف بقدر انت اصلا مش قده ولا تقدر تمسك ايدك قوي لا فرح زوجتك بالقدر اللي يناسبها ويناسبك بس ولا تطع يعني زوجتك او خطيبتك في كونها بتطلب حاجات هي مش من مستوى انفاقك هي من حياتها تفرح بس يعني عادي فرحها بس قولها لا انا مش عامل كده ولا تضعف امامها ابدا لا تضعف امامها ابدا والله يعني اللهم لك الحمد الانسان يعني ربنا رزقه بانسانه طيبه يعني لم تطلب ذلك ابدا وانا كنت مزور اللهم بارك اللهم بارك لكن انا اللي طلبت بصراحه ان يعني يعني فرح وطعم بنصيحه حد من مشايخنا يعني كنت عامل بس الحمد لله الحمد لله كملت سبحان الله يعني مش متخيل الاثر يعني حتى الاظهار ليك انت شايف الكوميديا كده ولكن في اثر تاني انت مش واخد بالك منه خالص يعني سبحان الله ممكن تخش خالص ولكن الله. يعني سبحان الله الله المستعان جزاك بس الله. فطبعا بقى يعني القاعه مش هي التكلفه في انك بتجيب اكل للناس نقطه الاكل بقى نقطه الاكل يعني مش لا في الناس ما تيجي اغلب الناس تسال في الكومنتات حول الاكل كده في دماغهم بقى يجيبوا مشويات او فراخ مش شرط لا مش شرط يعني جاتو مثلا مع الباكجينج ما شاء الله وال كان لطيف جدا كنا جايبين جاتو وباتيه وشوكولاته كان جميل جدا كنت مبسوط والله كانت لطيفه يعني مش مختلفه الفكره يعني قدر استطاعتك يعني بس ما تجيش احنا والكلمه الهامه التي ينبغي ان يعرفها الناس انك لن ترضي الناس يا جماعه بلاش نار ولا تنتظر كل ما يعني مثلا الانسان اللي هيعمل فرح دلوقتي بعد يعني انا نفسي لو رجع بالزمن وجيت اعمل فرح عمري في حياتي ما انتظر الرد فعل اللي حصل ده فانت لما تيجي تعمل الفرح بتاعك ما تنتظرش ان رد فعل الناس كلها يقعدوا يقولوا لك انت واو انت حاجه جميله قوي لا قال لك كلام يزعلك اكيد قال لك كلام يزعلك وبالذات ان انت بتخالف واقع الناس بتخالف عرف الناس لكن الـ انت عاوز ترضي الله فالله فوق الناس وكل الذي فوق التراب تراب ولا يهمنا حد بالصراحه ده انا تعبت كل ده بس لا عادي جميل جدا ان شاء الله انا بس هو لسه بيصور صح قاعد كنت بقول لك ايه يا حبيبي كنت بقول لك اللهم انا نسالك توفيقك فكنت بقول لك انت يعني انت بتعمل حاجه خلاف العرف انت بتسبح ضد التيار انت بتواجه حاجه مقدسه عند المجتمع هي الافراح بالنظام المعروف العصري المجتمعي اللي هو اغاني وستات مع رجاله ورقص ونظر محرم وده بيبص لده ودي بتبص لده والعروسه متشافه من قبل الناس جميعا ف منتظر رد فعل الناس ايه وبالذات غير الملتزمين في عائلتك وعائلتها فده بصراحه نقطه ينبغي ايه ان يجعلها الناس في اذهانهم يعني. النقطه الثانيه بقى المهمه ان انت لو مش هتعرف تسيطر ما تعملش يعني انت انسان اصلا يعني بيئتك بيئه يعني مليئه بالفساد انت يعني انت كويس
أو أنت إنسان شوية ملتزم، اللهم لك الحمد، ربنا من عليك بده وصفاك بده، وبيئتك بيئة صعبة شوي، وأهلك وأهلها وكذا، أو يعني أهلك بس حتى، وما عندكش صحبة صالحة كفاية اللي هي تسيطر على الليلة، فأنت لو عملت حاجة غالبا الفرح هيتقلب فرح حاجة مش لطيفة. يعني هيتقلب فرح كده، هيجي قريبك يشغله مش عارف فلاشة ايه، يجي يعملوا ايه، هو دافع عليه الناس والناس مش راضية. يعني احنا جماعة جايين نفرح وجايين نفرح، احنا مش، فانت هيبقى في ناس على حسب بقى الايام كان، بس هيبقى في ناس كتير قاعدة زعلانة من الضيقة اللي بيحصل ده، في ناس فرحانة جدا جدا، وفي ناس منبهرة، ايه ده اول مرة اشوف حاجة بالمنظر ده، يعني انتوا مين؟ ولكل فائدته. يعني احنا فالفائده اللي استفادها الراجل اللي زعلان ده ان هو عرف، لا ده ان في افراح تانية، ده في مجتمع موازي احنا ما شفناش حاجه، وفي افراح تانية احنا ما حضرناش. فيعني كويس ان هم عرفوا ده. في مثلا شباب كان اول مره يحضر حاجه كده، وهو اصلا يعني مش ملتزم يعني، او ما عرفش البيئه دي خالص، فهو نفسه مش يعني ما يعرفش الجو ده، بس استمتع جدا بالموضوع. يعني والله حد قال لي ده احسن فرح حضرته في حياتي، مع انه يعني لا، يعني لا يبالي هو حضر فرح كده او فرح كده، مش قضيه بالنسبه له الصراحه. فرح جدا جدا جدا، والاخوه اللي كانوا موجودين يعني سبحان الله، كان مقدر اصلا سبحان، يعني الفرح، يعني الفرح كان مقدر، في ناس تانية تيجي وكتير وكده سبحان الله، مع اللي جه وان في ناس كتير غابت وكده، لكن كان فرح بفضل الله طيب وجميل. وشيخ احمد العزب ربنا يبارك فيه، قال كلام طيب، وبشمهندس الشريف علي اسال الله ان يبارك فيه وان يحفظه، اللهم امين يا رب، ربنا يكرم جميعا. بس فبصراحه يعني المليون كان ممكن بالنسبه لي، وكنت عملت فيديو ما اعرفش انت قلت لي لازم تعمل فرح، كان دقيقتين ان شاء الله جبت 22000 دلوقتي، اللهم بارك. وكان فكره يقينا لما رجعت من فرح كنت سجلت الخطره دي، المعنى اللي اتحقق فيها في اليوم ده، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لله رب العالمين، كل حاجه في حياتنا سبحانه وتعالى، فرحك في حزنك والى اخره. يعني فكره ان احنا كنا بنصلي ان شاء الله صلاه في وقتها، سبحان الله، الحمد لله. انا مسكن عادي، انا بفرح عادي، ولكن صلاتي خلاص هنصلي ونكمل فرحنا بعدين، يعني مش مشكله خالص. فالمعنى ده يعني اذا فاهم فعلا يعني ايوه، ايه تعارض يعني، قام بعض الناس وانا رايح اصلي، قال لي يا ابني في حد بيصلي؟ يعني في يعني انت عادي، ما انت ممكن تجمع المغرب مع العشاء، شوف بقى كلام، ايوه ممكن تجمع المغرب مع العشاء، يا جماعه العريس ده ايه يعني، هو واخد اجازه من الصلاه النهارده، ما هو يوم كبقيه ايام حياته يعني. المفروض ان هو يعني الامر بالنسبه له يعني عادي، يعني نصلي ونرجع تاني نهزر مع الشباب ونفرح يعني بصراحه بص، هو كان يوم، انا طبعا يعني ما كنتش مدرك كل اللي هيحصل فيه، انا كنت عاوز حاجات معينه تحصل، الحمد لله حصلت، بس اللهم لك الحمد حصل حاجات احسن منها بكتير. طبعا الاثر بقى بتاعه كان اعظم مما توقعت يعني، ولله الحمد. طبعا هذا يعني عليك، اللهم علينا البدء وعليك التمام، اللهم علينا البدء وعليك التمام، ربنا سبحانه وتعالى فتح ويعني اكرم ويسر، وهذا عهده معنا والله العظيم، اقسم بالله لن نعهد من الله غير الكرم، غير الكرم. احنا يعني كم مره تكلمت كلمه بسيطه ثم اسمعها الله الناس، ثم اثرت في الناس، ثم هدت قلب انسان، وانت ما كنت تدري اصلا ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلها قلب انسان، وقد كان، ما يعني ربنا كريم سبحانه وتعالى، الله المستعان. في حاجه هتضيفها قبل ما ننهي البودكاست اللطيف ده؟ والله ما اعرفش ما كان بودكاست يعني، بس احنا اسمها نوجهها بقى فاهم، يلا نظبطها. انت قلت لي هنصور، ما طبعا ما ينفعش تنزل حلقه كده فاهم، فقلنا نخليها بودكاست. انا بعتذر ان انا، لا انا سعيد جدا، لا مبسوط جدا والله، بعتذر بس يعني انا بحب الكلام هام جدا، احبك الله، الله يرضى عنك حبيبي. ففي كلمه اخيره خاصه الموضوع ده او بغيره يعني، لا انا بس بوصي لشباب الثبات، يعني دايما الثابت هو اللي بيكسب. عظيم المعنى ده، يعني الثابت هو اللي بيكسب، يعني اوعى تظن ان اللي عايز حاجه بيعملها، والثابت هو اللي بيكسب. يعني انت ممكن تغير عيلتك كلها بثباتك اصلا،
يعني لا يغرنك كثرة طلق، يعني كثرة الهلكة حولك، أنت ثابت، أنت على الطريق، خلاص أنت الجماعة وإن كنت وحدك. لا يغرنك كثرة الهلكة من حولك، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. أنت ثابت خلاص، لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أثبت، أثبتي، أوعي، أوعي كثرة الحوارات حواليك، وأنت كذا وأنت كذا، وأنت عاوزة تبقي كذا، وأنت لابسة خيمة، وأنت ست الحاجة، وأنت مستشيخة علينا، وأنت مش عارف إيه، ما تبص لنفسك، وأنت أصلا مش عارف، يعني كلام موجع ومؤذي. أثبتي، اثبتي، اوعي، اوعي تخلي كلام الناس ياثر فيك ولا ياثر في قلبك. وانت كذلك اوعي تخلي جهه تتعامل فيها عم الشيخ ولا ايه، يا عم الشيخ مش عارف ايه. زي حد بيحكي لي، يعني بيقول ان هو سبب، يعني او يعني بيحكي عن حد، يعني ان هو كنا نسمع يعني ان هو عاوز يعمل فرح اسلامي وكذا، ولما يعني راينا ان هو خلاص عزم ان هو يعمل فرح مش اسلامي. طب ليه؟ عشان هو بس خايف ان اصحابه يقولوا له عم الشيخ. فاثبت يا اخوانا، احنا ليه ضعاف القلب كده، ضعاف الشخصيه كده؟ الثابت هو اللي بيكسب والله. يعني لو انسان على باطل وثابت ومكمل، انت عارف لو انسان الحد في عيله كلها مؤمنين وثبت، بعد سنتين ثلاثه هتلاقي فيها ثلاثه اربعه ملحدين، بعد 15 سنين هتلاقي فيها ذريه ملحده بثباته. لو إنسان ثبت ورسخ على مبدأه ورسخ على ثباته وقوة أخذه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب ربه عز وجل، يعني ده أولا هيسيب أثر كبير جدا 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 في اللي حواليه، يعني هيبقى دعا من غير ما يتكلم أصلا. فعل رجل، لا شك طبعا، فعل رجل فعلا الكلمة اللي أنت كنت بتقولها النهاردة، فعل رجل خير من فعل رجل خير في ألف رجل، خير من قول رجل، خير من قول ألف رجل في رجل. فالثبات قلنا اثبتوا، 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 لأن يعني الموضوع جنة ونار، الموضوع يعني حسنات وسيئات، الموضوع الله، تعلق بالله، الموضوع ثبات على ما قاله الله، قال الله، الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموضوع مش احنا مش بنلعب، الموضوع دين، الموضوع حلال وحرام، الموضوع جنة ونار. فلما نتكلم يا جماعة، احنا مش بنتكلم من باب الدردشة العامة، بنتكلم لا، من باب ان ده ما ينفعش اصلا. مش عشان الناس انت كنت ناوي تعمل حاجة معانا والناس قالوا لك لا خلاص مش عاوز اعمل حاجة خالص، ان شاء الله عني، ما كان لي فرح، بس ابدا مش عاوز ربنا عز وجل. يعني مش القضية اللي احنا بنتكلم عليها محمود، كويس ان الانسان يفرح زي ما قلت فرح العباد والكلام ده، بس القضية ان الانسان ما يعصيش ربنا. قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله، قال الطاعة يفعلها البر والفاجر، أما المعصية فلا ينتهي إلا صديق، أما المعصية فلا ينتهي عنها إلا صديق. الطاعة تفعل البر والفاجر. في ناس كتير على فكرة بتصلي عادي وبتشرب وبتعمل وبتسوي، وطبعا يعني ربنا يغفر لهم يعني ويهديهم، أما المعصية لا ينتهي عنها إلا صديق، فعلا صادق. إنسان بيجتهد، إنسان عاوز يفرح، هو إيه عاوز يبين جمالها للناس، وهو عاوز يبقى يفرح زي ما الناس بتفرح، له هاي لمان كده وفتنة، هو فتنة في أعين الناس. لكن أكبت نفسك ونهى النفس، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالموضوع حلال وحرام، موضوع جنة ونار، موضوع الله، موضوع شريعة الله، موضوع دين الله، الموضوع القرب من الله، رضا الله، توفيق الله، بركة الله سبحانه وتعالى. فأنت لو ما بصيتش للجانب ده، إن ده الله، الله، أنا بكررها عشان توجع قلوب المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله ده موضوع مش عشان نتكلم موضوع ترفيهي، إما تعمل أو ما تعملش عادي، لو فشلت في التجربة لا يا أخوانا اثبتوا، اثبتوا، ده مش لعبة. دينكم دمكم ولحمكم. إياك يضعفك كثرة المثبطين والمنتكسين من حولك والزاعمين أنهم يعني كانوا متدينين وكذا وكذا، ثم يعني وجدوا أن الأمر أسهل من ذلك وأسهل من ذلك، والدين يسر وأنت مشددها على نفسك، وأنت مشددها على نفسك. لا أبدا أبدا، طوبى للغرباء.
طوبى للغرباء. فالله المستعان. الله المستعان. وبس كده. حبيبي ربنا يرضى عنك حبيبي. سعدت والله ان انت كنت معي النهارده. وان شاء الله تتكرر تاني يا عم. باذن الله. الله يرضى عنك. انا سعيد جدا بالكلام ده جدا. وانا ويعني انا كنا بعتذر برضو عن الاطاله والله. مش اطاله، هو البودكاست بيبقى كده عامه يعني، خاصه انه ما هوش فيديو، ده تبقى بودكاست، فالموضوع اختلف. الله المستعان. خد وقتك كده. بس كده. وانا عاوز احكي قصه بس اختم بيها لسه جايه في ذهني دلوقتي. ماشي. احكيها. كنت قراتها على تقريبا شبكه الالوكه من حوالي يا محمود، قراتها من حوالي 7 سنين. سبحان الله. 7 سنين تقريبا او يمكن اكثر، يعني 8 سنين او كده. ومن ساعتها وهي لا تغيب عن ذهني قط. كان يعني حد كتب مقاله عن الاخت دي، والاخت من اخواتنا كانت يعني كانت دينه جدا. وكان من عاداتها، وهذه من أعظم عادات التدين، من أعظم، أنا شايفها أعظم صفة في التدين هي الصفة دي، كانت لا تؤخر صلاة عن وقتها أبدا. الصلاة في أول وقتها، الصلاة الأذان يؤذن، هي قائمة على المصلية بتصلي. اللي هيعمل كده حياته كلها هتبقى ماشية صح، دينه هيبقى قلبه مش هيشتكي من قسوة إيمانية ولا كلام ده. من عظم الله في قلبه عظمه الله عنده. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر مقام الله في قلبك. فواحد ربنا بيؤذن، زي ابن الجوزي ما بيحكي بيقول وجدت عجوزا تتوضأ قبل الظهر، فسألتها أأذن الظهر؟ وأنت بتتوضي ليه؟ هو الظهر أذن. فقالت أنتظره يناديني حتى أتي إليه. يعني هو أنا لسه هستنى يناديني عشان أجيله؟ أنا أجيله من غير ما ينادي. قال ابن الجوزي فعلمت أني عبد سوء. يا نهار أبيض، ده احنا ربنا ألطف بينا. فقال صاحب المقال يعني، قال الأخت دي كانت لا تترك صلاة إلا في أول وقتها، تصلي دايما في أول وقتها. فبيقول فكان يوم زفافها، الأخت دي يوم زفافها، وكانت حافظة لكتاب الله عز وجل. فكلهم بقى إيه؟ كلهم قالوا لها يعني خلاص ده النهاردة يوم زفافك بقى، فيعني عاوزينك بقى تتجملي وتتزيني وبتاع. فجت اللي هتزينها يعني قعدت عندهم في البيت، وجت للأسف قبل المغرب، وهي ما كانتش عاوزاها تيجي قبل المغرب عشان تدرك صلاة المغرب وتدرك صلاة العشاء، يعني لو أخرت العشاء قليلا أو كذا. فجت قبل المغرب عشان يلحقوا وقتها وتلحق تروح. فزينتها قبل المغرب، يدوبك خلصت على أذان المغرب. فالمهم البنت عمالة تقول لها خلصي بسرعة قبل الأذان، خلصي بسرعة قبل الأذان، خلصي بسرعة قبل الأذان. قالت لها يا بنتي النهاردة يوم فرحك، ما تبقيش معقدة يعني بقى، خلاص يعني النهاردة يوم فرحك، حتى يوم فرحك بس. قالت لها بعد إذنك خلصي قبل أذان المغرب، أنا يعني أنا عاوزاكي تخلصي قبل المغرب، احترمي رغبتي واحترمي رأيي. فخلصت قبل الأذان. فبقى الناس بقى إيه بدأوا لما عرفوا إن هي عاوزة تخلص، عرفوا إن هي ممكن إيه تقوم تصلي، هتتوضى وتصلي وإحنا ما عملناش حاجة. فبقى الناس بدأ يعني، هو بيقول فبدأ الناس إيه يلقون عليها الفتاوى من يمين وشمال، اللي يقول لها يا طب ما تجمع المغرب مع العشاء، اللي يقول لها طب ما تصلي المغرب بتاع النهاردة مع المغرب بتاع بكرة. لسه خدنا الجلسة صح؟ بس كمل عادي كويس. فاللي يقول لها بقى يعني اجمع المغرب مع العشاء، او يقول لها صلي المغرب بتاع النهارده مع المغرب بتاع بكره، والعشاء بتاع النهارده مع العشاء بتاع بكره، اللي يقول لها صلي في اخر الليل كده يعني، اللي يقول لها يا بنتي انت عروسه والعروسه اكيد معذوره وربنا هيعذرها بتاع. ولا كان في، هو بيقول والله ولا التفتت الي، ولا كان في حد بيتكلم. وده بيقول اثبتي. بيقول يا محمود فقامت فتوضأت فغسلت يدها وتمضت واستنثرت، ثم غسلت وجهها فسقط كل ما كان على وجهها. يا نهار أبيض، شوف ما فيش حاجة تعطل عن طريق ربنا. أنا مالي فعروسة ولا فرح ولا مع الله ينادي،
الله من علم قدره سبحان الله ربنا يعظم قدره في قلوبهم. فبيقول فوقف التقوض أمام اندهاش الناس كل واقف فاتح بوق دي بتعمل إيه دي مجنونة دي ولا إيه. فبيقول ثم تركتهم وإيه ونصبت قدميها على سجادة الصلاة ووقفت وكبر الله أكبر وبدأت تصلي. بقول الناس كلها منتظرين ومندهشين وفين ينظرون إليها تصلي الركعة الأولى في خشوع تام بقراءة متأنية وركوع وسجود ثم تقوم للركعة الثانية ثم تجلس للتشهد ثم تقوم للركعة الثالثة في هدوء تام وخشوع رهيب ثم تركع ثم تقوم ثم تسجد وبعد السجود تقعد فتقول للتشهد فلما تتشهد تشهد بهدوء وخشوع فتسلم عن يمينها ثم تسلم عن يسارها ثم تموت ثم تفيض روحها إلى الله عز وجل بارئ. بيقول صاحب الكتاب يقول سبحان الله ولو كانت انتظرت قليلا وسمعت فتاوى هؤلاء الناس كان أيضا سيأتيها الموت لكن سبحان الله على ما كان سيأتيها على نيتها في تأخير المغرب وفي تركها للمغرب في تضعيها للمغرب فسبحان الله فأثبتنا هو ده بقى يعني معنى كذا أثبتنا نسأل الله حسن خاتم بس بقى نختم بال خلاص نختم بهذه القصة اللطيفة جزاك الله خير. بس كده هتلاقي برضو لينك كان دكتور أحمد في الديسكريبشن على تليجرام هو نشر على تليجرام أكتر حاجة تقريبا وفيسبوك برضو حط اللينك في الديسكريبشن عشان ما عندوش قناة يوتيوب بس تليجرام أكتر يعني الناس المهتمة بالدروس وكذا فبس كده جزاك الله خيرا وإن شاء الله نستضيفك تاني بإذن الله بس في بودكاست بقى بجد فين كنا حاطين هو بودكاست فعلا تمام زي دلوقتي والله يا حمد انا بحبك في الله يعني انا ربنا يحفظك ويبارك فيك وانا سعدت بزيارتك النهارده وربنا يقدر لنا ولك الخير ويفتح لك يا رب وينفع ويجعلك من الصالحين المصلحين النافعين آمين بس أنا ممكن أصور كلمة سريعة عشان الوقت تأخر صور كلمة سريعة فري ليه البنات ما ينفعش تعمل فلوجز